حياكم الله. في الأحوال العادية لن يكون متعبا البحث عن تفسير لزيارة مسؤول إيراني إلى دمشق، فسوريا ما تزال محافظة إيرانية بمنظور نظام الملالي، لكن في زمن اقتراح الحلول والمبادرات والحراك السياسي يجب أن تكون لطهران بصمتها. فالتحركات الأخيرة لموسكو وزيارة وزير خارجية النظام إلى إيران والحديث عن حوار سوري سوري لها عراب قد يكون إيرانيا أو روسيا مدعوما بموافقة المرشد الأعلى. لكن لماذا؟ ولماذا الآن؟ هل حان وقت ورقة بشار الأسد لتلعب في بازار المبادرات، خاصة وأن ورقة الاقتصاد المتين قد سقطت وعرت من احتمى بها؟ أما كلام محاربة الإرهاب والحلول على أسس ديمقراطية فهذا كلام لصحف الأسد تملأ بها من شتات الصباح. في ملفنا الثاني، العراق يحارب الإرهاب. أي عراق هذا؟ إنه العراق الرسمي الذي تمثله ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية. أما الإرهاب بنظرهم فهم أهل السنة في العراق كلهم بدون استثناء، هدف مشروع والشماعة حاضرة، تنظيم الدولة. فلماذا إذن يقاتلها السنة والحشد الشعبي الشيعي بكل موبقاته أصبح هيئة حكومية رسمية؟ كل ذلك ناقشه الليلة في تفاصيل. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني على استمرار دعم بلاده لنظام الأسد. وقال لاريجاني بعد لقائه بشار الأسد في دمشق، قال إن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا. وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن لاريجاني وصل إلى دمشق في سياق جولة تقوده إلى بيروت وبغداد أيضا، تتزامن التحركات الإيرانية مع مساعي روسية لطرح مبادرة تدعمها من طهران. نتابع التفاصيل في التقرير. قد لا يكون علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني مهتما بأن مجلس الشعب الذي زاره في دمشق محاط بالحواجز الإسمنتية المرتفعة التي تقطع أوصال المدينة، أو قد يكون معتادا على رؤيتها في بلاده. لكن عليه أن يدرك أن هذه الحال إضافة للاستقبال البوليسي الذي حظي به هي إحدى نتائج دعم بلاده لنظام الأسد. وعليه أن يلاحظ أن هذه العاصمة لا يمكن أن تستقبل حلولا سياسية، وكل ما في سوريا أو ما بقي منها يعيش على وقع حلول عسكرية. علي لاريجاني وصل إلى دمشق كمحطة أولى في جولة تشمل بيروت وبغداد التي ما تزال طهران تعتبرها محافظات إيرانية. التقى بشار الأسد الذي عبر عن امتنانه من مواقف إيران تجاه نظامه، ونقلت وسائل إعلام عن الأسد كلاما مكررا عن أهمية الحرب على الإرهاب. كما نقل عن لاريجاني أمله في أن تؤدي التحركات الأخيرة التي تجري في المنطقة إلى حل سياسي للأزمة في سوريا قائم على أسس ديمقراطية وفق إرادة الشعب السوري. إيران التي قدمت وما زالت تقدم دعما غير محدود لنظام الأسد تشترك مع روسيا في ذات المهمة، وبالتالي فإن التحركات الأخيرة التي يعنيها لاريجاني في المنطقة هي الروسية ذاتها التي قام بها ميخائيل بوغدانوف وشملت دمشق وبيروت. وبذلك تفسر زيارة المسؤول الإيراني بأنها محاولة لإنعاش المبادرة الروسية القائمة على حوار سوري سوري حسب الترويج الروسي لها، وقد تكون محاولة لاستيعاب الموقف من فكرة تجميد القتال في حلب والتي طرحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وتجيير المبادرة بما يخدم أهداف قوات الأسد. الزيارة جزء من زيارات لا تنقطع بين نظام الأسد ونظام الملالي، لكن لا بد من قراءتها في ظروف تحاول فيها طهران تقديم أوراق ترشحها
للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية، وفي وقت تخسر هي وشريكها في موسكو على الصعيد الاقتصادي في لعبة سياسية قد تحرك ورقة الأسد في بازار المبادرات، خاصة وأن ما يسمونه المؤامرة الكونية التي كانت تستهدف نظام الأسد هي ذاتها تستهدف اليوم اقتصاد البلدين. أناقش هذا الملف مع ضيوفي، يبدأ من ضيفي في الاستوديو الأستاذ مسعود الفاكر الخبير بالشأن الإيراني. مساء الخير أستاذ مسعود. مساء الخير. وكذلك ضيفي من عمان الكاتب والمحلل السياسي منار رشواني. أهلا بك أستاذ منار. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ مسعود الفاكر. لارجاني إذن في دمشق، لكن ربما هذه المرة زيارة تزامنت مع تصريحات كثيرة تتحدث عن مبادرات أو فكرة لمبادرة سياسية تم الحديث عنها بوابة الأهرام. كما تتذكر في الحلقات السابقة لما كنت هناك ضيف عندكم تحدثنا بأنه إيران عندها مبادرات، وإيران لا تتكلم عن المبادرات اليوم. قصة المبادرات هي طولها طول الأزمة، طول الأزمة السورية. إيران لم تركز اليوم بأنها تريد الحل السياسي. منذ اندلعت الثورة السورية وبدأت الأزمة السورية، إيران قالت دائما بأنها مع الحل السياسي في سوريا، ولكن في نفس الوقت ظلت تدعم النظام الذي دفع الثورة نحو العسكرة. أنا باعتقادي الآن الوضع اللي يختلف هو الوضع الاقتصادي، ومرتبط بأسعار النفط وهبوط الدراماتيكي لهذه الأسعار قد يجعل إيران بأن تبحث عن حلا سياسيا جادا في هذه المرة. لأنه الاستمرار في دعم النظام السوري إلى ما لا نهاية سوف يكلف إيران، ويكلف ميزانية إيران، ويكلف اقتصاد إيران، وراح يأثر بشكل مباشر عن الحياة المعيشية للإنسان والفرد الإيراني العادي. لذا أرى بأن التحولات اللي حصلت على الساحة الاقتصادية قد تدفع إيران إلى قبول حل وسط قد نتحدث حوله. يعني من القريب ربما أن تقوم إيران ببيع بشار الأسد بسوق النفط. قلنا سابقا بأن إيران مستعدة لبيع بشار الأسد في أي لحظة، بس ما كان في ضغوطات من المجتمع الدولي حول إيران، المجتمع الدولي خصوصا تحدثنا عنه الاقتصادي، لأن عرت الجميع العامل الاقتصادي لعب دور أساسي. روسيا الآن الروبل اليوم على ثبت على 62، قبل أسبوع وصل 72 الروبل أمام الدولار. وروسيا طبعا تواجه أزمة حقيقية بسبب هبوط أسعار النفط من جهة، والعقوبات اللي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا بسبب أزمة كريم مع أوكرانيا. نعم. طيب أستاذ منار، بالمقابل هناك من يقول بأنها ربما هذه زيارة تطمينية لبشار الأسد في ظل هذه الضغوطات التي تمارس على إيران فيما يخص النفط. عفوا، كمان مرة السؤال بس. يعني أقول السؤال يتحدث بأنه ربما هذه الزيارة، زيارة لاريجاني لدمشق، هي لطمأنة نظام الأسد رغم الضغوطات الكبيرة على إيران بأنها ما تزال تدعمه وستبقى داعمة له. لا حقيقة، يعني الكلام الإيراني هو دائما أنها داعمة لبشار الأسد، لكن في المقابل أيضا إيران تدرك عاجلا أم آجلا أنه يجب الوصول إلى 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 تسوية بالشأن السوري. طبعا ما تسميه إيران حل سياسي يختلف تماما وجذريا عن أي حل سياسي مقبول حتى للمعارضة الداخلية التي تصر إيران أنها أو تعترف إيران برأيها أنها معارضة وطنية، بخلاف تخوين كل الشعب السوري في الخارج أو حتى من الثوار. لكن حقيقة أنا أعتقد أن إيران في هذه الزيارة تحاول أن ترتب أمورها بناء على أجندتها. ثمة أمر ربما يكون موضوع خلافي بعض الشيء، وهو أنه ليس بالضرورة أن تكون الأجندة الإيرانية والأجندة السورية والأجندة الروسية متوافقة في الشأن السوري. قد ربما يكون ثمة هدف يلتقوا عليه كانوا في البداية، وهو بقاء بشار الأسد، دعم النظام. لكن الآن عندما ندخل في الأمور التفصيلية وبالتسويات الحاسمة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحرب على داعش، الحديث المتكرر من الأتراك وبدعم فرنسي نوعا ما
لموضوع المنطقة الآمنة على الحدود مع تركيا، أضف لذلك موضوع النكسات اللي تعرض لها جيش النظام على يد الثوار في الفترة الأخيرة، بعد اعتقاد إيراني ولربما روسي قبل فترة بسيطة أنه مسألة الحسم صارت قاب قوسين أو أدنى، وهو تماماً ما بشر فيه من وجهة نظر بشار الأسد فيما يسمى خطاب تولي الرئاسة، أنه سيحسم الأمور مع نهاية العام. والحقيقة من رد على الغريب أنه كان من رد على بشار الأسد هو نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله، أنه هذا الكلام غير منطقي دون أن يسميه. وبالتالي نعتقد إيران هي من تبحث الآن عن ضمانات أن لا يكون أي حل روسي، وبالتأكيد روسيا أيضا تقول أنها تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن، بمعنى أنه ليس هناك حل روسي خالص، يجب أن ترضى جميع الأطراف الإقليمية لإقناع أيضا الفصائل المعارضة على الأرض بقبول التسوية الروسية المقترحة. طيب بالمقابل أستاذ مسعود، برأيك ما هي المقترحات التي ربما تطرحها إيران تضمنها روسيا تقبلها المعارضة؟ المشكلة الأساسية كانت في كل الحلول المطروحة في دائرة الحل السياسي بقاء الأسد كجزء من الحل. طيب. وهذا ما كانت ترفضه المعارضة السورية منذ البداية وإلى يومنا هذا. نعم. وكانت تصر على إيران بالمقابل. أيوة. نعم. وهل الإيرانيين الآن وفي هذه المرة مستعدين بأنه يخرجوا بشار الأسد من معادلة الحل؟ إذا كانت إيران بدون أدنى شك إذا عندها مشروع لحل وسط يرضي الأطراف بدون بشار الأسد، لا أظن بأن المعارضة السورية تقف متعنتة تجاه هذا الحل. هذا يعتبر تراجع إيراني في الواقع لو قبلت بذهاب الأسد. أنا باعتقادي إيران قد تكون مستعدة لهذا الشيء، مستعدة لذهاب الأسد وإيجاد حل يضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة ويضمن المصالح الإيرانية، لأن إيران لا تنسى بأنها عندها استثمارات كبيرة جدا في سوريا. المليارات إيران استثمرت في سوريا في كل المجالات، من تصنيع السيارات إلى محطات الطاقة إلى البنية التحتية، وكل هذه الأموال اللي إيران قدمتها إلى نظام بشار الأسد خلال هذه الفترة هي كانت عبارة عن استثمارات وأخذ التضمينات من النظام بأنه إيران عندما يتحسن الوضع تقدر تستفيد من استثماراتها. أنا باعتقادي إيران اليوم تريد أن تضمن هذه الاستثمارات إلى جانب مصالحها السياسية في المنطقة وبقاء سوريا حلقة وصل مع لبنان. هذا هو المهم، لأنه إيران بالنهاية عندها مصالح كبيرة من خلال حزب الله في لبنان، لا تريد أي تغيير سياسي على الأرض السورية يؤدي إلى حذف سوريا كحلقة وصل بين طهران ولبنان. نعم. طب بالمقابل أستاذ منار، يعني هذه إذا كانت تذهل المقترحات الآن، هناك من يتحدث طب من هو القادر على إعطاء إيران كل هذه الضمانات التي تحدث عنها الأستاذ مسعود، سواء كانت باستثماراتها أو كانت بنقطة الوصل بين دمشق وبيروت؟ هذا فيما لو وافقت على المبادرة اللي تحدث عن عدم بقاء الأسد. يعني هي النقطة حقيقة التي تجعل من الحديث أحيانا عن موضوع حل إيراني أمر شبه مستحيل، لأن إيران ربما يتباهى علي رجاني ذاته أنه أصبح نفوذها يمتد لسوريا، طبعاً إضافة لبغداد وصنعاء وبيروت، لكن هو يدرك أن ثمة فرق كبير بين الهيمنة والنفوذ. لا أحد يستطيع أن يضمن لإيران هذه المصالح بعد هذه الفترة. طبعاً هذا الأمر ربما كانت تدركه إيران، لأنه كان يقال أنه في العراق 1000 مالكي، لكن في سوريا ليس هناك سوى بشار الأسد واحد. طيب. والآن نسمع عن عملية الخلية الأمنية والاغتيالات. لا يضمن لها لإيران إلا روسيا، لكن أعتقد أنه حتى روسيا في هذه الحالة لن تكون كثيرا مشغولة بإيران. إيران لديها أجندة تتعلق ببرنامجها النووي، وإيران أكثر رغبة في الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من رغبتها في الانفتاح على الاتحاد السوفيتي. طب ما الذي يجعل إيران بالتالي تقوم بالموافقة على مثل هذه المبادرات؟ هل أصبحت إيران الآن
ضعيفة من الناحية الاقتصادية حتى تقبل بطرح مثل هذه المبادرة وهي المتعنتة بسياساتها الخارجية للحفاظ على نظام الأسد على حساب مفاعلها النووي؟ لا، كما ذكرت يعني حقيقة إيران منذ البداية تتحدث عن موافقتها عن كل الحلول السياسية، لكن إيران لا تريد أن توافق على أي حل سياسي. في المقابل إيران على المدى الطويل هي تحاول أن تجعل لها موطئ قدم في كل بلد عربي لغايات المفاوضات الإقليمية مع المملكة العربية السعودية وتركيا ربما، وأيضا لغايات التفاوض بشأن المشروع النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. هي تدرك أنه عاجلا أم آجلا يجب أن تصل لمرحلة المفاوضات. إيران الآن أضعف، حقيقة إيران الآن انكشفت، لأنه أنا أعتقد أنه إيران في مرحلة يعني في مرحلة سابقة أصلا من الداخل تعاني أزمة اقتصادية هائلة، الآن جاء انخفاض أسعار النفط. طيب. أيضا التطورات كما ذكرت في موضوع سوريا ليس تقدم، أصبح انتكاسات الآن أيضا للنظام ولإيران. طيب، بالمقابل أستاذ مسعود، يعني التحركات التي نشأت الآن سواء كان جانب الروسي أو جانب الإيراني، برأيك هل هناك غطاء دولي أو بالأحرى هل هناك موافقات أمريكية عليها؟ لو نظرنا إلى حرب أمريكا والتحالف الدولي ضد داعش لم يأتي كله بالطريقة التي هم كانوا يترجوا من هذه الضربات. نعم. هذه الضربات، كما كان النظام السوري أيضا يحاول استغلال الفرص من خلال هجوم التحالف الدولي على داعش. بالعكس، أنا باعتقادي بأن النظام السوري أخذ نتائج عكسية ولم يستطيع أن يستفيد من هذا الهجوم. بدون أدنى شك هناك نوع من التوافق الإيراني الأمريكي بالنسبة للوضع السوري، حتى إذا لم يكن هذا التوافق معلن، لأن المصلحة الأمريكية واصلة إلى درجة تحاول أن، خاصة حكومة أوباما تحاول بشتى الطرق أن تعيد أو تطبع العلاقات المقطوعة مع إيران منذ 35 سنة. طيب. ولكن المشكلة التي يواجهها أوباما في الداخل، الجمهوريين وسيطرتهم الآن على الكونغرس الأمريكي أصبحوا مشكلة حقيقية أمام أوباما لتطبيع العلاقات بشكل انسيابي مع طهران. وأحد المشاكل هي الأزمة السورية. أوباما قد يتنازل، ولكن هناك قوى ضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بهذا الحل الإيراني الأمريكي لو صح التعبير، لا تقبل بهذا طبعا. طيب أستاذ منال، تحدثنا أو تحدثت عن دور تركيا بأنه طرف إقليمي. طب هناك من يقول ربما الآن هذا يدل على تحدي تركي، على أقل تقدير تحدي تركي مقابل دعم إيراني لنظام الأسد. أردوغان تحدث بأنه سنصلي في مسجد المويين قريبا بدمشق. إلى أي مدى يذهب هذا الحديث إلى التحدي الحقيقي أم يستمر هو كتصريحات لا أكثر ولا أقل؟ لا، يعني حقيقة يعني أصبح أمر مفروغ منه أنه ما يجري في سوريا هو حرب وكالة. أنا حتى أعتقد أنه الصراع الإيراني الإسرائيلي ليس هو إلا صراع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. سواء، وعلينا أن نذكر أنه إيران عندما عرضت على المحافظين الجدد عقب غزو بغداد تسوية البرنامج النووي والنزاعات بما ضمنها نزع سلاح حزب الله، كان من ضمن المطالب الإيرانية الاعتراف بالنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. طبعا ثمت هناك صراع، وربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية للآن لا تريد أن تغادر منطقة سوريا بشكل علني، بمعنى أنها أحيانا تقدم وعود، الرئيس الأمريكي يتحدث عن تدريب المعارضة والتسليحة وسواها، لأنه يخشى أن تتحول المسألة إلى حرب أشبه بمباشرة، أن تضع تركيا كامل ثقلها، المملكة العربية السعودية كامل ثقلها. معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من منعت وصول كثير من الصواريخ والأسلحة المتطورة للثوار السوريين، وهذا بضغط أمريكا. عندما ترفع أمريكا يدها وتعلن تخليها بشكل نهائي أو تحالفها التام مع إيران، أو عفوا توافقها التام مع إيران لنقل، هذا الأمر قد يفتح أبواب أخرى لا يعني حسم لمصلحة إيران أو لمصلحة النظام أبدا، ربما هو يفتح لمواجهات مباشرة، ننتقل من حرب وكالة لحرب مباشرة.
طيب يعني هذه حرب المباشرة دموية. طيب يعني هذه الحرب المباشرة وحرب الوكالة أستاذ مسعود عندما يتحدث لارجاني بأن هذه الزيارة هي جزء من جولة تبدأ من دمشق بعد ذلك بيروت وبعدها بغداد. طيب الآن الحديث عن ثلاث دول مشاكلها بالنسبة لإيران تختلف. هناك نعود مرة أخرى عاملين ظهرت في المنطقة أنا باعتقادي وأنا مصر على هذا من الإيرانيين اختلفنا واتفقنا معهم برغماتيين إلى ما لا نهاية. هذه البرغماتية يمكن أن تراها في حكومة حسن روحاني. حكومة حسن روحاني ومن يقف وراء حسن روحاني في تيارات السلطة داخل إيران مثل رفسنجاني هم حقيقة مع إيجاد حل للمشكلة السورية. ولو تذكرنا تصريحات هاشمي رفسنجاني قبل سنة علنا هاجم بشار الأسد في تصريحاته وهو من يدعم حسن روحاني الآن. أنا باعتقادي هناك خطة حقيقية وبراغماتية إيرانية يحاولون حل الأزمة السورية مع الحفاظ على المصالح الإيرانية. وهناك مثل إيراني يقول متى تصيد السمكة فهي طازجة. وهذا يطبق أيضا في السياسة الآن. لذا متى ينقذ المصالح الإيرانية تصبح هي مصلحة يمكن تطويرها في المستقبل. أنا هذا باعتقادي. يعني برأيك هل ستبدأ بفكرة أو مبادرة ديمستورا؟ هذا وارد لأن الإيرانيين أنا باعتقادي هذه المرة لسببين عاملين ظهرت بالمنطقة جعلتهم يكونوا أكثر برغماتيين في التعاطي مع القضية السورية. ظهور داعش شئنا أم أبينا قلبت الموازين في المنطقة. طيب. غيرت كثير من الأوراق قلبت الطاولة على الكثيرين أدت إلى سقوط المالكي في العراق. هذا واحد. والثاني هبوط الأسعار. الميزانية الإيرانية مبنية حقيقة مفروض إيران تبيع النفط ب $140 حتى تقدر هذه الميزانية تستمر بدون عجز. نعم. والآن الأسعار وصلت إلى النصف. هي مرصودة على $140 البرميل النفط. مفروض ينباع $140 دولار حتى إيران تقدر تستمر في ميزانيتها بالحد المعقول بدون ما تواجه عجز. إيران لكن ضعيفة حاليا. إيران اقتصاديا ضعيفة. طب في هل بداية هل هذا الضعف الاقتصادي حتى لو كان ببدايته قادر على ضغوطات تأتي على إيران للتخلي عن بشار الأسد؟ طبعا أنا باعتقادي الإيرانيين عندما مصلحتهم تأتي سوف يتنازلون عن بشار الأسد. طيب أستاذ منار فقط سؤال إذا تكرمت، من عربيا قادر على حفظ أو إعطاء ضمان لإيران بحفظ استثماراتها على أقل تقدير؟ هذا على مضض لو كانت هذه جميع ما تحدث به يحكى عنه الآن. يعني حقيقة إذا كنا نتحدث عن يبدو الآن من الوضع الموجود رغم أن التسوية يجب أن تكون مع المملكة العربية السعودية لأنه نتحدث الآن إذا نحكي عن إيران في سوريا نحن تلقائي نتحدث عن إيران أيضا وحزب الله في لبنان. لكن من يبدو على السطح يؤدي دور وكأنه مفاوضات غير مباشرة بين السعوديين والإيرانيين أو هو مرشح لهذا الأمر ربما يكون المصريين بدرجة ما برئاسة عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي نوعا ما أخذ موقف يمكن القول أنه أقرب للنظام السوري في نفس الوقت هو يعتمد تماما على المملكة العربية السعودية في بقائه أو في حياة حكومته بالدعم المالي والنفطي وسواه. وربما تكون مصر تؤدي هذا الدور لكن السعودية هي طبعا دورها الحاسم في سوريا وأيضا في لبنان لأنه ارتدادات ما يحصل في سوريا وأي تسوية في سوريا لابد أن تنعكس على حزب الله وشئنا أما بين سينعكس بأي تغيير في النظام السوري لابد أن ينعكس ضعفا على حزب الله. بس ليس بالضرورة معناه أن حزب الله سيعبر عن هذا الضعف ربما يأخذ موقف أكثر حدة إثباتا لعدم تأثره. لكن في الحالتين نجد أن دور المملكة العربية السعودية وهي الآن تقود تحالف أردني مصري سعودي الآن نوعا ما تدخل في قطر والإمارات بالتأكيد موجودة فيه الآن هي المملكة العربية السعودية. شكرا لك أستاذ منار الرشاوي الكاتب محلل سياسي ضيف من عمان. شكرا موصول لك أستاذ مسعود الفاكر الخبير بأشياء الإيراني ضيف في الاستوديو. أيها الأفاضل نذهب إلى فاصل قصير بعده نتواصل أرجو أن تستمروا بالبقاء معنا.